جبت لكم اليوم ريستوران تشيتمي اللي كاين في كارتي غوتي اكوتي دو توين سنتر. الناس ديال المسكولاسيون كيف مش كتهني تشيتمي، ولكن الفرق هو ان فهاد ريستوران كلشي هوم ميد. المنيو كان فاريي بلا باز مكسيكان. خدينا هاد البرجر افيك دي فريت بيان ايبيسي، كاساديا اي ناتشوز افيك واكامولي، واهم حاجه اللي كيقلب عليها كلشي هي الموزاريلا ستيك والكورن دوكس. اول حاجه بدينا بها هي سيناتور ديال ريستوران برجر تشيت ميل اللي الثمن ديالو غير 59 درهم، وكيتميز بصوص تشيت ميل وشيدار فوندو. والمفاجاه هو ان من لوبا حتى لا فيون داشي كلشي كان هوم ميد، ومحبوب الجماهير الكورن دوكس اللي كانوا كريسبي وبنان بزاف، اللي فيهم موزاريلا هوت دوغ وفرماج. الثمن ديالو غير 33 درهم، واش يستاهل ولا لا؟ كيبقى من احسن الكورن دوكس اللي ذقت في كازا حتى دابا. موزاريلا ستيك اول مره كنشوف ريستوران كتعطيهم حقهم، الفرماج كان اكسبسيونيل والمذاق كان بنين، وهادشي كامل داير غير 33 درهم. خدينا بطبيعة الحال كاسادية تشيكن غواكامولي اللي كتعتبر ما بين لي بلا برينسيبال في هاد الغاستورون مكسيكان. الثمن كان 69 درهم افيك هاد ناتشوز مع لاصوص غواكامولي اللي كانت كريسبي وكيعطي واحد المذاق ما غتلقاهش في بلاصه اخرى. انا كنعطيهم تنرتان.